كتير كتبوا وأكتر منهم قروا عن الحب، كتير عانوا وأكتر منهم اتهنوا بالحب، وكتير قالوا، ولكن مهما قالوا هيفضل ميزانه هو القلب. ومن ضمن اللي قالوا عن الحب، فرويد قال الحب غريزة، أرسطو قال الحب لعنة، سقراط قال الحب جحيم، شكسبير قال الحب جنون، أفلاطون قال ده مكانه في المدينة الفاضلة، وقال أفضل الخلق صلوات ربي عليه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولما سألوه مين أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولما سألوه مين أحب الناس إليك من الرجال؟ ما قالش صديقي، ولا قال أبو بكر، ولا قال خليلي، إنما قال أبوها تكريما ليها. وفي الكتاب المقدس: من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ الله محبة. الحب هو إنك تقولها بكل صدق: بحبك، وإنك تعلنها للعالم كله من حواليك بكل ثقة: بحبها. وحقيقة الحب هتعرفها في حلقة جاية، إنها وعد وعقد وعهد منك لها. ولو تأملنا أول حركة تلقائية لا إرادية المولود بيعملها، هتعرف إنها المعنى الحقيقي للحب، إنه حضن منها. حبوها يحبكم ربكم ويحبكم أولادكم عشانها. المحبة روشتة حياة تعيش بيها أحسن حياة بعدها وخلالها. أشوفكم بعقل واعي ونفس راقية في رحلة الحياة. أشوفكم بكل خير.